ننتقل الآن مشاهدينا لموضوع آخر. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوط كبير جدا في مسار دعم صناعة السيارات، وأشار في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية وأيضا إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، وينضم إلينا دلوقتي عبر الهاتف باشمهندس جمال عسكر، خبير هندسة الطرق والسيارات ورئيس كمان لجنة الصناعة بنقابة المهندسين. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بيكم. يعني خلينا نعرف من حضرتك في البداية تفاصيل أكتر ويعني أهمية مبادرة إحلال السيارات. عندنا مبادرتين لرئيس الدولة. المبادرة الأولى لرئيس الدولة هي تمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية، التي طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية توازي الطفرات العالمية التي تتجه إليها كبريات شركات السيارات على مستوى العالم في كل دول العالم. رقم اثنين، المبادرة الثانية بنتكلم على مبادرة إحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز، وهذه المبادرة جاءت نتيجة لوجود اتفاقيات إعادة ترسيم الحدود مع الدول المجاورة واكتشاف حقل زهر الذي وفر لمصر ما يقرب من 3 تريليون متر مكعب من الغاز. هنا اتجهت أنظار الدولة المصرية لعمل المبادرتين طبقا لرؤية الدولة 2030، والتي تتحدث عن الطاقة، البيئة، الشباب. عندنا طاقة استهلاك محروقات بشكل كبير جدا على الطرق المصرية، عندنا بيئة، عندنا مصر معدلات الانبعاثات الكربونية السامة هي الأعلى على مستوى العالم. نتكلم عن انخفاض معدلات البطالة في الدولة للشباب المعدلين. فكل هذه المبادرات تمشي يعني يدا بيد مع الاتجاه العالمي نحو الإنسان. تمام. هنا هناخد خطوة بس للخلف، 22 أبريل مؤتمر المناخ العالمي التي تم انعقاده في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس بايدن، وحضروا 40 قائد على مستوى العالم. تعهدت كبريات دول العالم بالعمل على انخفاض معدلات الانبعاثات الكربونية بنسب تتراوح من 40 إلى 60% عشان نحافظ على الإنسان. 2030 كل دول العالم تتجه إلى إنتاج السيارات الكهربية بشكل كبير جدا للتخلص من الانبعاثات الكربونية السامة بشكل كبير جدا على مستوى العالم نتيجة لوجود الاحتباس الحراري وزيادة درجات الحرارة في الأرض بمختلف دول العالم وانتشار الحرائق وخلافه. هنا كل دول العالم تتجه نحو هذا الاتجاه. هنا نعود الى ما تحدث عنه معالي دولة رئيس الوزراء بخصوص الحافز الاخضر والسيارات التي تعمل بالغاز. تعمل السيارات بالغاز، هنا هتلاقي عندنا هنا عدد كبير جدا من المحطات. بداية من العام 1995 بدأت فكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز في مصر، وصلنا الان الى عدد 420 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز. طب احنا عندنا في مصر كم مركبة؟ عندنا في مصر 11.6 مليون مركبة، منهم 8.6 مليون مركبة تعمل بالبنزين، وده الهدف الأساسي ان انت تحول جزء كبير من هذه المنظومة للعمل بالغاز. تمام. نتكلم النهاردة على عدد المحطات اللي موجودة، هنجد ان احنا عندنا نسبة لازم تكون متوفرة. وما هي النسبة؟ كل 1000 سيارة تحتاج إلى محطة لتموين الغاز. طب احنا عندنا كم محطة؟ عندنا 250 محطة، وعندنا كم سيارة؟ 420 ألف. احنا المفروض عندنا 420 محطة، لما يكون عندنا 250 محطة هم اللي موجودين، عندنا عجز في حدود 170 محطة. الدولة بتعمل يعني بتبذل الغالي والنفيس لعمل هذه المنظومات بشكل كبير جدا كي تتوازى مع عدد السيارات التي تم تحويلها. وزيرة التجارة والصناعة تنوي تحويل في مبادرتها إلى 250 ألف سيارة، تنوي تحويلهم في 2021 70 ألف سيارة، 2022 90 ألف سيارة، 2023 90 ألف سيارة أخرى. هنا نجد إن إحنا بنحتاج بنهاية 2023 250 محطة يتم إنشاؤهم كي تتواكب مع 250 ألف سيارة المطلوب تحويلهم. طب إحنا إدينا كام في المبادرة الأولى؟ في أول جزء من المبادرة، هتلاقي المبادرة أول حاجة 70 ألف عربية في 2021. تقريبا تم تسليم ما يقرب من 5000 سيارة فقط، وطبعا بالنسبة للعدد عدد قليل جدا. طب ايه المشكلة اللي موجودة حاليا؟ انتقاص عدد او انخفاض معدلات انتاج السيارات على مستوى العالم بسبب بيخرج الشبات الالكترونية، طبعا هو
بالظبط كده، عندما نتحدث عن الكترونيك شيبس او الرقائق الالكترونيه هتلاقي الرقائق الالكترونيه الرو ماتيريال او المواد الخام ما هياش موجوده. نعم. وده بيسبب ان حتى نعم. على مستوى العالم جنرال موتورز قفلت مصنع في كندا وقفلت مصنع ثاني. نعم يا باشمهندس. هتلاقي كل دول العالم بتتجه النهارده تخفيض الانتاج في المناطق الضعيفه. ليه؟ انا لما اكون هو تخفيض الانتاج باشمهندس جمال ده يمكن جزء، والجزء الاخر هو ايضا ان احنا نبتدي ندخل على السيارات الكهربائيه كذلك برضو من الصناعات اللي مصر بتتجه ان هي توطنها في مجال صناعه السيارات الهيدروجين الاخضر عشان نصبح من الدول الرائده في هذا المجال. بنتمنى كل التوفيق طبعا لكل هذه الجهود. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس جمال عسكر، خبير هندسه الطرق والسيارات ورئيس لجنه الصناعه بنقابه المهندسين، نورتنا.